الثلاسيميا هو أحد الأمراض الوراثية التي يتوارثها الأبناء عن الآباء، وتنتج بسبب اختلال في تكوين جزء البروتين من خضاب الدم، وبالتالي لا يؤدي الوظيفة المتعارف عليها وهي نقل الأكسجين والتخلص من الفضلات وثاني أكسيد الكربون. تنقسم الثلاسيميا على حسب الخلل الجيني، فإن كان الخلل الجيني في سلاسل الألفا سميت بألفا ثلاسيميا، وإن كان الخلل الجيني في سلاسل البيتا فسميت ببيتا ثلاسيميا. والخلل الجيني إما هو خلل كلي أو خلل جزئي في تصنيع البروتينات، وبالتالي تصنف إلى ثلاسيميا كبرى أو ثلاسيميا صغرى. الثلاسيميا الصغرى تكون من غير أعراض، ولكن الشخص يكون قادرا على نقلها لأبنائه. الثلاسيميا الكبرى تبدأ الأعراض منذ الصغر في شحوب بلون البشرة واليرقان وتغير لون البول إلى اللون الداكن بسبب تكسر الدم وتأخر نمو الطفل. مريض الثلاسيميا الكبرى يحتاج إلى نقل دم بشكل فوري ودوري، وذلك للمحافظة على مستوى هيموغلوبين مقبول لأداء الوظائف الحيوية. ويترتب على نقل الدم بشكل دوري ترسبات في نسبة الحديد في الجسم، فلا بد من أخذ أدوية لتتخلص الجسم من الحديد. ومن ضمن طرق العلاج الجذرية هي زراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية، وتجري الأبحاث الآن على العلاج الجيني لمرض الثلاسيميا. مريض الثلاسيميا الكبرى يحتاج إلى نقل دم بشكل فوري ودوري للمحافظة على نسبة هيموغلوبين بالدرجة المقبولة لأداء الوظائف الحيوية. الثلاسيميا كأحد الأمراض الوراثية تنتقل عند زواج الأقارب سواء كانوا حاملين أو مصابين بالمرض، فلذلك يجب عمل فحص ما قبل الزواج.